السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقع الكويسة جدا لتعلم الأطفال البرمجة موقع اسمه أليس دوت تورك. الموقع دوت أول ما بتدخل فيه بتلاقي بعض الحاجات الظريفة اللي ممكن تتعلمها أو الطفل يتعلمها بسهولة جدا إن هو يبرمجها. مش مطلوب منه إن هو يكتب كود، مكتوب منه إن هو يفهم بس فكرة البرمجة عاملة إزاي. تمام، فبخش على الداونلود اليس، اختار بقى انا عايز اليس 3 ولا اليس 2. وبعد كده تلاقي داونلود الويندوز للماكنتوش لللينكس. تمام، فبتختار النظام التشغيل اللي انت عايزه. وبعد كده اول ما بتسطبه بتقول له انا عايز اشتغل على اليس، واختار بقى انا عايز اني شكل من الاشكال اللي انا عايزها. تمام، او عايز ستارت حاجه معينه. تمام، خلينا نختار حاجة فاضية خالص اهيت، وليكن مثلا الزرع دوت. وببدأ انا برمج الكاميرا نفسها. تمام، يعني انا دلوقتي اول ما شفت المشهد هبدأ اقول له بقى الكاميرا ديت تتحرك مثلا ناحية الشمال بمقدار مثلا قد كده، وبعد كده تتحرك بمقدار قد كده تاني. بعد كده يبدأ اوجه الكاميرا واغير البوزيشن بتاعتها زي ما انا عايز. تمام، واقدر اتحكم في اكتر من حاجة. الارضية مثلا هبدأ ابرمجها بحاجة معينة وهكذا، بحيث ان الطفل اللي يفهم بس ايه البرمجة بتيجي ازاي. تمام، وبعد كده بتخش في مستويات اكثر تعقيدا. اقول له مثلا ران، فبيبدأ يحرك للكاميرا زي ما انا عايز. ممكن نختار مشروع تاني مثلا، وليكن مثلا في الهند مثلا. تمام، هو انا مش بيلعب، هو انا بيبرمج لحاجة معينة. فكل مشروع بيبقى فيه الحاجات الخاصة بيه. اقول له مثلا هنا انا عايز اقول كلمة سانكس مثلا، اهو تبدأ تقول له انا عايز اكتب كلمة هاي، هلو ايجيبت، هلو ورلد. اوكي بالشكل دوت. طب انا عايز البوزيشن يتغير مثلا لاي حاجه انت عايزها. انا عايز ابدا كلمه تانية تظهر بالشكل دوت. عايز اغير سايز، ممكن بتحكم في المشهد نفسه، الكاميرا تقول له خليها تتحرك بشكل دوت، موف تو تارجت اهوت. خلينا نجرب، اقول له ران، ففي كلمة بدأت تظهر. اقدر اتحكم في عدد ثواني، في حاجة اتحركت هي، حاجة صغرت، الكاميرا نفسها اتغيرت، راحت لجزء معين وهكذا. بيبدأ يفكر تفكير برمجي بحيث ان هو يبقى جاهز ان هو يبدأ يشتغل بأي لغة برمجة بعد كده.